السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. إدراج مشروع ربط ميناء الفاو بتركيا في موازنة 2023. أدرجت وزارة النقل مشروع خط السكك الرابط بين ميناء الفاو وتركيا ضمن موازنة العام الحالي الذي يعد من ضمن مشاريع القناة الجافة. وقال مدير العلاقات والأعلام في شركة السكك التابعة للوزارة جواد الشويلي في حديث لصحيفة الصباح الرسمية إن خط السكك الرابط بين ميناء الفاو وتركيا سيكون بطول 2200 كيلومتر، مبينا إن الخط يشمل مد سكة حديد لنقل المسافرين والبضائع وكذلك طريق بري سريع لسير الشاحنات فضلا عن مد انبوب للغاز. وأضاف الشويلي إن المشروع سينفذ من قبل شركة الستوم الفرنسية المتخصصة في تأسيس البنى التحتية لسكك الحديد وصناعات القطارات، مشيرا إلى أن شركة إيطالية سبق أن قدمت دراسة الجدوى للمشروع فضلا عن اختيار أفضل مسار لربط ميناء الفاو بالحدود التركية. ولفت إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة التي ستحقق انعكاسا إيجابيا مهما للبلد، كونه سيكون حلقة وصل بين آسيا وأوروبا فضلا عن تخفيف الزخم المروري عن طريق إنشاء طريق سريع مخصص لسير الشاحنات خارج حدود المدن.